صباح الخير على كل مشاهدي شبكة ان تي ان نايل لايف. نهار سعيد ويوم سعيد على كل اللي بيتابعونا يا رب. لسه اسبوع مليان بالاحداث ومليان بالاخبار الجديدة، ان شاء الله ينتهي على خير. النهاردة معانا فقرات كتيرة جدا نحاول نحلل فيها اللي بيحصل في البلد. بس اصبح الاول على الشيء، صباح رأيك الخير ايه؟ معايا، صباح الخير على كل مشاهدي ان تي ان. انا نبتدي اليوم الحقيقه، عايزين ننعي اسره الفنان العظيم الراحل عمر الحريري. احنا امبارح فقدنا عمر الحريري عن سن 86 سنه، طبعا ليه اعمال مهمه جدا في المسرح وفي السينما. كان مؤخرا في السينما كان ليه معالي الوزير مع الفنان احمد زكي طبعا، وكان ايضا ليه في المسرح مسرحيته الشهيره جدا سكر هانم، واللي كانت اعاده للهيت الفيلم السينمائي بتاعه اللي قدمه في الشباب، هو ومفارقه الفنان كمال الشناوي، واللي راح على عالمنا من شهرين تقريبا. فيعني السنه دي كانت سنه رحيل كبار من كلاسيكيات السينما المصريه او من عظام السينما المصريه. أكيد الله يرحمهم. يعني طيب النهارده عن ايه بقى، فقرات ايه؟ هنبتدي بفقرة بدكتور باكينام الشرقاوي، أستاذ سياسة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية. هتكلمنا عن تأثير الثورات على الشعوب، بما إن السنة دي ثورة بتنتقل من بلد لأخرى لأخرى، وواضح إن العالم كله هيقوم بثورات، فهتكلمنا تأثيرها عامل إزاي عليه. في كتب كده بتنزل ساعات بيبقى ليها أهمية، ولكن بعد فترة وفي أحداث معينة بيعاد اكتشافها تاني. استجماتيزم في المخ هو أحد هذه الكتب. هو كان بيتكلم عن العلاقة ما بين المسلم والمسيحي، ولكن بطريقة مختلفة جدا عن اللي اتعودنا عليها، بطريقة أشبه ما تكون بالأدب الساخر والنقد الاجتماعي اللاذع. استجماتيزم في المخ هيكون معانا النهارده كاتبيه، وهما مينا شنودة ومصطفى الصياد. هنتكلم عنهم النهارده بقى، استجماتيزم في المخ بعد مرور تقريبا اكتر من سنه في الوضع اللي احنا فيه دوت، هيبقى ايه مغزاه وهل هيختلف ولا لا؟ عندنا كمان فقرة مهمة جدا عن تصويت المصريين بالخارج، المأساة اللي موجودة عند المغتربين اللي دايما بيواجهوها. اعتقد في 2005 2010 يمكن ما فاتهمش قوي ان هم يكونوا صوتهم يكون موجود في الانتخابات، عشان ما اعتقدش ان هو كان هيكون مؤثر بكل الدرجات. انما من دلوقتي فبعد اعتقد ان تصويت المغتربين شيء مهم جدا. وهيكون معانا في الفقره دي استاذ عصام عبد الصمد، رئيس اتحاد المصريين باوروبا. واخيرا الرياضه، وهيكون معانا تحليل شامل على الاسبوع الاول من الدوري والتوقعات واهم اداء او اهم نتائج المباريات واداء الفرق في هذا الاسبوع، واحداث الاهلي واحداث الزمالك وايه اللي جاي والعقوبات، وهل فعلا في طريقة جديدة في التعامل من لجنة المسابقات مع كل من يخرج عن المألوف أو عن القواعد المفروض يتبعها، إذا كان ما بين الجمهور أو حتى ما بين اللعيبة أو حتى ويمكن ده تنطبق على مباراة الأهلي المدربين. ده أنا هعرفه من خلال فقرتنا مع الناقد عمرو الدرديري، وهو ناقد بالأهرام. خليكم معانا. طيب نعمل إيه بقى؟ نروح بقى مع نبتدي بقى بفقرة الصحافة، أستاذ محمود بكري مدير تحرير جريدة الأسبوع. بس بعد الفاصل.